عندنا هذه العادة، يمكن نسميها العادة الإيجابية، وهي القافلة اللي في حد ذاتها تفيد على أن المجال ديال الصرامة الطرقية هو قافلة مستمرة اللي تتستمر في الزمن والمكان. فإذا هذه القافلة الدور ديالها هو أن المواطن المغربي من خلالكم يتبع معنا بعض الأنشطة اللي هي مرتبطة بالصرامة الطرقية. واليوم في إطار اليوم الوطني للصرامة الطرقية 18 فبراير، الوزارة المكلفة بالنقل وأيضا اللجنة الوطنية للصرامة الطرقية تقوموا بأنشطة اللي هي أنشطة إعلامية تحسيسية في إطار التواصل مع الجسم الصحفي المغربي، من خلال أنه يكون مشارك في كل ما نقوم به زمنيا وأيضا مكانيا من خلال العديد من المدن ومن خلال العديد من الأنشطة. نريد أن نركز على أهمية الصرامة الطرقية، على أهمية ديال استعمال حزام ديال السلامة. اليوم في إطار التقدم الذي نقوم به حضرنا واحد السي دي دي في دي، وأيضا هذا اللي غادي يكون في جميع الحافلات اللي غتبقى تنطلق. الإنسان من يطلع للحافلة يتصنت لواحد 4-5 ديال الدقائق لكل ما هي إجراءات ديال الصرامة الطرقية، كما هو العادة حاليا في العديد من الطائرات وفي كل الطائرات. اليوم هذه إضافة نوعية اللي ضفناها على أساس أنه الركاب ديال الحافلات هما يستوعبوا هذه العملية. ثم أيضا هناك عديد من الأنشطة اللي هي مرتبطة بتوزيع الخودات وغيرها. أيضا هناك مراكز اللي غنشنوها جديدة ديال تسجيل السيارات في إطار الصرامة الطرقية، وأيضا العديد من الأنشطة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأنشطة ديال التبرع بالدم وغيرها اللي كلها تتصب في السلامة الطرقية. هذه العملية كتجي كتتم لمختلف العمليات التواصلية اللي قمنا بها على المستوى الوطني، سواء محليا كذلك أو جهويا. اليوم يعني في نفس الإطار سوف نقوم بتقديم مجموعة من العمليات، من بينها هذه العملية اللي كتنظم على مستوى المحطة الطرقية اللي فيها واحد 3 أو 4 ديال العمليات. العملية الأولى خاصة ب يعني تقديم واحد المجموعة ديال الدعائم التواصلية على مستوى الحافلات. اليوم استعمال حزام السلامة داخل الحافلات شي مسألة اللي هي إجبارية، ولكن مازال ما وصلناش لواحد النسبة ديال المسافرين اللي كيستعملوا هذا الحزام السلامة. فبغينا نبينوا من خلال واحد المجموعة ديال الدعائم الأهمية ديال استعمال هذا الحزام السلامة. ولات عندنا الحافلات قريب بحال الطائرة، انه كان فيها واحد المطوي اللي كيعطي شنو هي نوعيات ربما كيفيه استعمال هذا حزام السلامه، الاهميه ديالو، وكيفيه التعاطي حتى مع بعض الحالات ديال الخطر، بحيث هناك واحد الوصلات توعويه وتحسيسيه اللي المده ديالها 2-3 دقائق اللي كتبين كيفيه التعامل مع الحالات ديال الخطر. اول حاجه كنشكروا اللجنه المنظمه لهذه الحمله هذه، وكنشكروا السيد وزير النقل على التوعيه والتحسيس ديال المواطن وديال الركاب. وبالنسبه للتجربه اللي قمت بها هي تجربه عاديه، لان كنبينوا الدور ديال حزام السلامه، وحزام السلامه ضروري بالنسبه للمسافر، بالنسبه لاي واحد غادي في الطوموبيل ديالو ضروري حزام السلامه.